اهلا وسهلا بكم من جديد. واذا نحن حاولنا نشوف سوداننا بعيون مختلفه بنلقاه جميل. اذا نحن سافرنا ومشينا بنشوف مناطق اجمل، لكن اذا الظروف ما سمحت لك انك تسافر كاميرا الشروق تتجول لنا في ولايات السودان وتمشي بينا المره دي الى شرق السودان الحبيب من خلال بلدنا حلوه، خلينا نشوف سواكن الجميله ونرجع من بعدها نعاود للاستوديو. تابعونا ويبقوا معنا. اينما وجدت الفنون توسعت مساحات الإبداع، فالخيال تتسع مداركه بتوفر معطيات الطبيعة، ومع التجربة والممارسة تتقن الريشة فن التأمل في الجمال والتعبير عنه من ذاكرة الماضي وتوقعات المستقبل. كلية الفنون الجميلة جاءت لصناعة هذه المعطيات التي تستمد قيمتها من الواقع والخيال، لتجد في مدينة بورسودان مكاناً يصلح لصيغة جمالية قوامها موروثات تنسجم وطبيعة المحتوى. وريني يا ست الجمال ما الدرب تايه علي وقصة القمر الغزال. من وقت لقياي بيك أحلامي ما لقت الملاذ إلا ليك يا أحلى زول، وحالتي أصبح فيها حال دي السفينة لما ما تلقى مرسى بتوه بعيد وتضل في نص البحر متوسم الفطية القريب. ما بين أحلامي وشوفت لك سفرا طويل، سكة عمر ما عليه حد، سكة حبيب عاش العشق وظل في نص الطريق. سواكن ذات التأريخ القديم والتي تحوي خمس بوابات أشهرها بوابة كيتشنر كانت نقطة ارتكاز الدارسين بكلية الفنون الجميلة. فالجزيرة التي تهاوت بقدمها وتأثير عوامل المناخ عليها وفرت بيئة مثلى للخيال في استرجاع الماضي، وحسرة ظلت تلازم الجزيرة جراء الإهمال عبر الأجيال. الجزيرة التي لا تخفى أهميتها الاجتماعية والدينية والتجارية بنيت من الشعاب المرجانية، مما جعل البرتغال يطلقون عليها في عهد شبابها برشلونة الشرق. الكثيرون يعتقدون أن سيدنا سليمان سجن بها الجن، لذلك أطلق عليها اسم سواجن، أي المدينة التي سواها الجن. وفيها من الأساطير وغرائب الحكايات ما يجعلها مصدر اهتمام الكثيرين خاصة أصحاب الخيال الواسع. يا بيت ملوك النيل يا أخت البدور من لعلاك نيل في البدو والحضور الجبر فيك بتخيل الجبر فيك بتخيل حامل حمل ما حام حداها دخيل ما كان أبوك بخيل ما كان أبوك بخيل بتعز الرجال أهل الدرع والخيل بالهنا والسرور يا بيت ملوك النيل يا أخت البذور من لعلاك نيل في البدو والحضور يا صحبة الإقليل يا صحبة الإقليل ما ظن النهار العين تدر دليل. هنا وفي جزيرة سواكن تتوفر مادة قابلة للبحث والتنقيب واكتشاف ما لا يدرك السابقون كنها، خاصة بعد توفر أدوات البحث وتقنيات التنقيب حول الآثار. كهوف وركام زاخر بما يبحث عنه طلاب العلم والمعرفة الذين يريدون تتويج بحوث التخرج بإضافات جديدة. مبنى الباشا أهم الشواهد القديمة بالجزيرة، ومبنى خورشيد ذات الجدار التشكيلي الفريد، ومباني أخرى لا تقل أهمية كمباني التلغراف والبريد والبرق والمحافظة والحاكم العام الإنجليزي والجمارك. طالتها يد الإهمال مع تفردها من حيث الشكل والتصميم، وما بذل فيها من ترميم لا يتجاوز إلا محاولات لا تسمن ولا تغني من جوع. الإحساس بين البحر واليابسة يحكمه إتقان اللوحة، فالريشة التي لا تحفظ ملامح الإنسان وإنجازاته لا تعبر بالطبع عن جماد تحركه عوامل التعرية وتدفعه هنا وهناك قوى المد والجزر بين الرغبة في البقاء وضيق ذات اليد
في معون الثقافة العاجز عن الصمود، وإلا فمن سرق حتى ركام هذه الجزيرة أم ابتلعته حيتان البحر؟ جمع طلاب الفنون ذخيرة لا يستهان بها من ركام جزيرة سواكن التي بح صوتها وهي تستنجد رمضاء النسيان، علهم يحملون عنها مع من سبقوهم في بحوث التخرج والانتظار على الشرفات بغية الوصول إلى منظر يلفت ولو لمرة واحدة من يهمهم أمر الآثار والحضارة في سودان الحفاظ على القيم والموروثات. الدمعات بكينا يوسف الحبايب أهم اللي علينا وصاف الخط الطايب. اعلم بي يا الله حبك في دمايا يا سيد المحاسن يا أملي ومنايا. اعلم بي يا الله حبك في دمايا يا سيد المحاسن يا أملي ومنايا. بالدمعات بكينا يوم سفر الحبايب أهم علينا وسافر خاطر طايب. زي ياسمين دلونه زي البان غوامه مفتون بالرشاغة وبالذوق والدلال. زي ياسمين دلونه زي البان غوامه مفتون بالرشاغة وبالذوق والدلال. الدمعات بكينا يوم سفر الحبايب أهم علينا وسافر خطر طايب. قيم تاريخية وسياحية تمثل جزءا مهما من حضارة السودان هي جزيرة سواكن ذي المعمار القديم، يعيدها طلاب الفنون من ذاكرة النسيان إلى عالم التاريخ المعاصر. بسواكن ختمنا حلقتنا لليوم، والناس اللي رافقونا من بدايتنا مشينا شفنا وتابعنا الأسر المنتجة، وأيضا كمان مشينا تابعنا فقرتنا فقرة عافية، أيضا كانوا معنا في الأستوديو ضيوف أعزاء، تحدثنا عن المشاكلين مشاكل المعاشيين ومرتباتهم الضعيفة وشنو اللي بيحصل للمعاش إن شاء الله في الفترة القادمة. كانت في بشريات أيضا كمان تجولنا من خلال تنمية القدرات النووية بالإدارة العامة لتوليد النووي، تعرفنا عن الطاقة النووية ومتين تصلنا في السودان ونحن حنستفيد منها، وأيضا كمان دي كانت واحدة من البشريات اللي استمتعنا بها في نهاية الأسبوع. وختاما خلينا نشوف لحننا الختامي لكل الناس اللي رافقتنا وتابعتنا وكانت معانا في حلقتنا لليوم ونهاية أسبوع، نتمنى سعيدة بإذن الله للجميع. شكرا جميلا، شكرا كثيرا.